السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قناة مصحف الجمعة. إن شاء الله سوف نتكلم عن نبات جميل، ألا هو زي ما حضراتكم شايفين الريحان. اللي قدام حضراتكم نوع من أنواع الريحان، ده الريحان البلدي، في ريحان قدسي. طريقة الإكثار من نبات الريحان طريقة سهلة وبسيطة. لو حبيت تنتج عود ولا حاجة ولا عدون عندك في البيت، زي ما حضراتكم شايفين نبات الريحان من النباتات الشمسية، بيحتاج إلى ضوء ودرجة حرارة. زي ما حضراتكم شايفين في الكاميرا، بنيجي نختار أي غصن، أي غصن كده يا حضرات، أهو هذه يا حضرات هذا الغصن. تختار أي شوشة تقطعها بيدك عادي، لو ما معكش مقص او بحاجه او ممكن بايدك، دي لو عايز تعملها في البيت ولا حاجه. اي حضرات، ومعاك تيس او قصريه عادي. بعد ما بسقي التيس بغرسها زي ما حضراتكم شايفين اي حضرات، وبتركها في الدل لمده اسبوع بحيث تشتغل معانا. ما بتحتاجش ولا حضانة ولا نفع ولا أي حاجة حضرات، بس لو حبيت تنتجها في الشتاء بتحتاج إلى حضانة، إنما لو في الصيف طوال الصيف ممكن تعمل عملية الإكثار من نبات الريحان. وكلنا عارفين ريحة الريحان الكذابة. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا. دي حضرات لو في البيت حبيت تنتج عود عودين ثلاثة، انما لو حبيت تنتج كمية بتحتاج الى تعبئة اصارة او اكياس، وبتنتج عادي كمية كبيرة عادي. انما انا بتكلم لو حبيت تعمل عود عودين ثلاثة اربعة، بحيث يكون عندك كذا عود من الريحان. انتظرونا في فيديو جديد من قناة مصعب الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.